المداخلة وهو قانون زعيم الملكية للأجنحة العامة وصعوبة تبسيط المصادر الإدارية والقضائية، على اعتبار أن القانون 0781 متعلق بمزعم الملكية للأجنحة العامة والاحتلال المؤقت السنوات هذه ويتم الشغال به. ربما آخر تعديل كان سنة في بداية الثمانينات، يعني ما يفوق 40 سنة من الشغال بهذا القانون، وهنالك مجموعة من الأمور قد تغيرت، مجموعة من التدابير الإدارية والقانونية مواكبة لهذا القانون، لأنه لا يمكن في التجربة العملية لا يمكن فهم قانون نزع الملكية بمعزل عن مجموعة من القوانين المرتبطة به، على سبيل المثال القانون التحفيز العقاري لارتباط ديالو. وفي هذا الإطار أتقاسم معكم تجربة عملية سابقة، يمكن التوقف على مجموعة من الإشكالات التي بدأ يثيرها الاشتغال وفق هذا القانون 0781. مثلا أنه مفهوم المنفعة العامة هو مفهوم غير محدد مؤطر قانونيا، بل ترك أمره إلى الفقه. ثم أيضا عندما نتحدث عن المنفعة العامة، مثلا القانون لم يحدد الأجال هذه المنفعة، صحيح أن هناك سنتين المرسوم إلى المنفعة العامة، ولكن يمكن تجديد هذه المنفعة العامة مرات ومرات، وفي البيضاء لأنها مثال ضمن ذلك. الأمر الثاني وهو أنه غياب تأطير القانوني لمرحلة مهمة، وهي مرحلة ما قبل الشروع في التدابير القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهي مرحلة مهمة لأنه تأطيرها القانوني ضروري، لأنه تقينا من مخاطر الوقوع في إكراهات الاعتداءات المادية وما ترتبه من آثار مالية وخيمة على مالية الدولة. هنالك أيضا نقص في التأطير لدى المكلفين في بعض المجالات لمسارات نزع الملكية، وأيضا في الاعتمادات المالية، وفي مجموعة من المشاريع ربما نتوقف على أنه الاعتمادات المالية غير كافية في هذا السياق. فالأمر ما دام أنه غير معطل بشكل قانوني يطرح مجموعة من الإشكالات. تعدد مصادر اقتناء العقارات، وهذا أيضا هو إشكال، لأن المنظومة العقارية بالمغرب ربما هي منقسمة ما بين عقارات محفظة وغير محفظة، وإشكالية العقارات في طور التحفيظ أيضا. فهذه العقارات المحفظة والغير محفظة هنالك أنظمة عقارية متعددة، ولكل نظام عقاري طبيعي، يعني نتكلم على المثل الغابوي له مسطرة خاصة به، أملاك الدولة مسطرة خاصة، الأراضي الجماعية مسطرة خاصة. ربما هذا الإشكال لا تعاني منه في القواعد المؤطرة لقواعد نزمتي من العامة، وإنما المنظومة العقارية بصفة عامة. ثم أيضا تعدد المتدخلين في عملية نزمتي من المنفعة العامة، إذا كان القانون ربما يتحدث بشكل كبير على نازع الملكية والمنزوعات وملكيته، فهناك مجموعة من المتدخلين اللي هما رئيسيين، مثلا نتحدث عن وزارة الداخلية، نتحدث عن الأمن العام للحكومة، قد نتحدث على أن هناك نازع ملكية في إطار التفويض أو مؤسسة وصية على قطع وزاري وصي عليها. ثم أيضا متدخلين آخرين، مثلا نتحدث عن المحافظة العقارية، المحافظة على الأملاك العقارية، المياه والغابات إذا كانت نزع ملكية تشملتهم في إطار مسطرة الفصل الملكي الغابوي، مسطرة الضم إذا كنا نتحدث عن أملاك الدولة، ثم الاقتناءات أيضا على مستوى أملاك مستوى الأراضي الجماعية، ثم أيضا الأوقاف والإشكالية التي قد تطرحها المادة 53 مدونة الأوقاف التي تستلزم الموافقة الصريحة من طرف القائمين على الأوقاف بالمغرب قبل استصدار المرسوم النهائي لنزع الملكية. ثم أيضا إذا كانت المادة جوج، وهذا إشكال، إذا كانت المادة جوج حالية من القانون ديال 0781 تحدث على أن نزع الملكية يتم بحكم قضائي، ولكن الممارسة العملية ربما تفترض أو تستدعي أنه تغليب جانب ديال المسطرة الرضائية والتفويت وفق مسطرة التراضي، فبالتالي هنا يطرح إشكال. أيضا إشكالية الخبرة سواء على مستوى المادة 42 اللجنة الإدارية للخبرة أو حتى الخبرة القضائية،
لانه ولينا نتحدث على الخبره ربما في المقترحات سنتي على ذكرها، هي الخبره بحالها ربما بشكل كبير هي خبره ذات طبيعه فنيه. ثم ايضا اشكاليه الماده السابعه من مرسوم التطبيق ديال القانون الزمنيه هي كتحدث على انه هنالك اعضاء اللجنه الاداريه للخبره تنقسم الى قسمين، هنالك اعضاء دائمون وهناك اعضاء غير دائمين. هناك من يعتبر بانه مثلا اذا كانت الماده السابعه تحدث على ان المؤسسه نتاع الملكيه هي تحضر اشغال هذه اللجنه وتمارس مهام السكرتاريه، فقد قد في بعض الحالات انه يتم عقد هذه اللجنه دون استدعاء للملكيه. ثم ايضا ما طرحه مدونه الحقوق العينية في حين صدورها، الماده الرابعه من دون الحقوق العينية تحدث على انه التفويتات لا يمكن ان تنجز الا من طرف محامي مقبول طرف امام محكمه النقد او متيق او حددت، في حين ان الماده 42 على سبيل المثال تحدث على انه طرح كتل المجال بانه يمكن للزعيميه ان يبرم عقود الاتفاق بالتراضي اما عن طريق مسطره محضر اتفاق بالتراضي او اما بالطرق العاديه او عن طريق عادي هكذا ربما هنا. ولكن تدخل ديال المحافظ العقاريه سنه 2013 في دوريه حدد وفض هذا النقاش. في المستجدات اللي ربما بحثت فيها واللي رشحت من خلال واحد يومين دراسيين منظم وزاره الجهاز والماء بمناسبه مرور 40 سنه على قانون ديال 07/81 وما يتم الشغل حاليا من تعديل هذا القانون، ربما نلمس بانه هنالك اتجاه نحو تبسيط هذه المساطر الاداريه وايضا المساطر القضائيه. اول امر هو توسيع نطاق مفهوم المنفعه العامه. اذا كنا نتحدثوا في السابق على المنفعه العامه هي مرتبطه بتجهيزات عموميه وبنيه تحتيه كلاسيكيه، هنا توسيع نطاق القانون ضمن هذا المفهوم المنفعه العامه قد حتى ليضم ايضا ربما تشكيل احتياطات عقاريه من اجل احداث اما مناطق للتعمير او اقطاب صناعيه او اقتصاديه. تحديد الاجالات وهذا امر، لانه ربما الوقت الميت ضمن مسطره استصدار مرسوم يعني مقرر التخلي او مرسوم المنفعه يعني المنفعه العامه او مرسوم نزع الملكيه يعني بشكل مدقق ومفصل في الاجالات الداخليه، يعني من مسطره ايداع يعني المرسوم النهائي الى صدوره للجريده الرسميه ليس هنالك تدقيق ربما ما بين المتدخلين. فالحال هنا انه كاين هذا الامر. هذا الامر الاخر وهو انه تجرى مسطره ديال النزعه الملكيه كاين واحد الاليه ديال البحث الاداري اللي كيتلقى النازع الملكيه ملاحظات المنزوعه ملكيتهم او حتى تعرضاتهم. في السابق كنا نتحدث انه هنالك اجل شهرين يفتح هذا الامر وانه ينبغي ان يحضر بنفسه ويدون ملاحظاته. هنا فتحات امكانيه مثلا الحديث عن امكانيه انه داخل ذلك الاجل ممكن يتم التوصل عن طريق الاشعار بريد مضمون بالاشعار مع الاشعار بالتوصل، لكن ربما لماذا لا يتم اضافه امر اخر الاعتماد والاستفاده من اليه الرقمنه لتوضيح هذا الامر. هذا بعض الاشكال كانت كيطرحها انه كان مجال قطاع او يعني مجال جغرافي مشمول بنزع الملكيه، فيتم ربما تسليم ساختصر سيتم تسليم هذا رخص البناء فيقع اشكال انه المنطقه هي خاضعه يعني مرسوم ديال النزعه الملكيه، في نفس الامر انه هنالك قرار بالبناء. ايضا التنصيص على ان المحكمه اثناء اللجوء الى خبره تحرير مبلغ التعويض الى خبراء مختصين في النزعه الملكيه. ثم ايضا اختم بهذا الامر هذا انه هذا كان اشكال انه في تقييد مجموعه من الرسوم العقاريه وعلى شكلتها انه بعد انصرام اجل لسنتين ديال النزعه الملكيه وسميتو فيجد صاحب العقار نفسه لا زال مقيدا مشمولا بنزعه ملكيه. هنا القانون على سبيل المثال في المقترحات التي اتت انه اعطى القاضي المستعجلات انه بناء على طلب من ذوي الحقوق
إشعار السلطة المزعيمية وأن يأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسطيب على مشروع مقرر معين للأملاك المشمولة بالمزعيمية من أجل تطهير هذا العقار وبالتالي تبسيط ربما قد يحتاج إليه صاحب العقار لممارسة نشاط تجاري لعملية بيع وهكذا. هذه كانت بعض الأمور التي اشتركت معكم فيها على أساس أنه إن شاء الله في المؤلف الجماعي تجدون المقال مفصلا. شكرا لكم على حسن الإصغاء. شكرا جزيلا أستاذ قاسم العويمري، مداخلة جد قيمة قيمة مضافة حول موضوع فن المزعيمية من أجل المنفعة العامة وسبل تبسيط النشاطات الإدارية والقضائية. إذا نمر الآن مع تقييم